مرحب بحضراتكم مره تانية، مكملين مع حضراتكم طبعا استاد الاهلي، واكيد كلامنا عن النادي الاهلي مفيش كلام غيره ممكن نقدر نتكلم على هذا الكيان الكبير غيره. احنا في قناه الاهلي فاكيد هنتكلم على فريق النادي الاهلي والجامعه العموميه والفتره اللي جايه، وايضا طبعا هنطمن بشكل كبير على منتخبنا الوطني والفرصه ان شاء الله القادمه المتاحه امامنا للوصول لكاس العالم. معايا في طبعا الاستوديو كابتن ماهر امام، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن ماهر. يا فاروق الحمد لله على السلامه. مشغولون النهارده كابتن وايه؟ ما هو هعمل ايه بقى؟ لا حلو حلو، انت لو قلت لنا كنا جينا حتى شبابي شويه. لا على طول شباب كابتن ماهر. منور كابتن ماهر. فاروق ربنا يبارك لك. وطبعا كابتن سمير كمونه اللي بقى لي فتره ما شفتوش، يعني انا سعيد طبعا موجود معاك النهارده. ربنا يكرمك. منور كابتن. بارس الدباكين. اه ده ما طلعت ميه ونور عنك. ما انت قاطع كابتن من زمان الناس كلها ميه ونور. منور كابتن ماهر. ايضا كابتن سمير كمونه نجم مصر ونجم النادي الاهلي وصديقي وزميلي دائما هنا في قناه الاهلي. ربنا يخليك يا رؤى وموفق دايما وكل عام وانت طيب ومنور يا كابتن ماهر. ربنا يخليك يا كابتن. طيب كابتن، يعني هاخد دقايق في جزئيه الجمعيه العموميه. انت واحد من اعضاء الجمعيه العموميه كابتن، كنت موجود وكان ليك قبل اليوم. انا كنت بتفرج عليك طبعا، انا قناه الاهلي ما بتشتغلش من عندي، بتفرج عليك. كنت مع كابتن شادي تقريبا وكنت بتتكلم عن الجمعيه العموميه والترابط والهدف من وجودنا في الجمعيه العموميه هو حبنا للنادي وان احنا بنزقه دايما قدام بغض النظر عن اي شيء او اي ترتيبات ممكن تكون موجوده قانونيا. احنا مالناش دعوه، احنا في النداء واحنا بنلبي النداء بشكل ما للنادي الاهلي وطبعا الكيان بشكل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فاروق بنبارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي على الجمعيه العموميه، وبنبارك لكل المنظومه اللي تحت رايتها النادي الاهلي. التنظيم كان على اعلى مستوى، بنحيي طبعا شيرين شمس على التنظيم اللي اتعامل مع اعضاء النادي الاهلي اللي يليق باعضاء النادي الاهلي وجمعيه العموميه النادي الاهلي. بنحيي طبعا اعضاء النادي الاهلي والجمعيه العموميه اللي هم لبوا النداء، نداء ناديهم اللي هم عاشوا تحت رايته، عاشوا في حبه، عاشوا في انجازاته. فده كان اقل حاجه محمد بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي، ان هم ينزلوا ويصوتوا واللي يقول نعم اهلا وسهلا بيك، واللي يرفض برضك نقول له اهلا وسهلا بيك. وده طابع جمعيه عموميه النادي الاهلي وطابع عضو النادي الاهلي، ان هو عنده اصرار واستنفار على ناديه وحب لناديه بشكل كبير جدا. النادي اللي بيمتعه زي ما انت قلت من البطولات والانتصارات والكيان. مجلس اداره محمود طاهر كمل مشواره واستلم الرايه من المجلس اللي قبله كابتن حسن حمدي ومحمود الخطيب. قدر ان هو من خلال المشوار ده ان هو يجهز البيت ويطور البيت من خلال المنشآت اللي كانت ناقصه، من خلال الحاجات اللي كانت ما كملتش قدر يكملها بشكل جيد جدا. يمكن كان في اخفاق بالنسبه لكره القدم في الاول، لكن طبعا خبره المجلس قدرت ان هي تلحق تلم كل الاخطاء اللي حصلت. دايما في النادي الاهلي بالظبط، مفيش حاجه من غير اخطاء. لو وقعت سنه بالظبط سريعا عشان حبك للنادي والتكاتف اللي بيبقى موجود في الوقت ده، انك بترجع بسرعه كنادي اهلي للبطولات وللشكل الطبيعي بتاعك. وده اللي حصل يا فاروق، ان هم كمان حتى كمان استعانوا بابناء النادي الاهلي المخلصين في الجزئيه دي، يعني منها مثلا كره القدم، لجنه كره القدم اللي محمود طاهر يعتبر رئيس اللجنه ومشرف على اللجنه، جيب لنا اتنين من القامات الكبيره جدا في كره القدم، الكابتن طه اسماعيل والكابتن انور سلامه. قدروا ان هم من خلال الفتره ديت ينظموا البيت بشكل كبير جدا، حصل تنسيق مع الكابتن حسام البدري بالنسبه لكره القدم. في الاخر نتاج كل الكلام ده وصلنا ان احنا حققنا البطولات الغاليه بالنسبه لنا، واهم بطولتين هي بطوله الدوري وبطوله الكاس، وعندنا بطولتين ان شاء الله باذن الله، البطوله الافريقيه والسوبر القادمين. فانا من خلال برنامجك يا محمد بقول هو ده كيان النادي الاهلي، هو ده حب النادي الاهلي، هو ده اللي احنا النادي اللي عشنا جواه وتربينا عليه، على كلمه المبادئ وكلمه ولاد النادي وكلمه الاهلي فوق الجميع. انت شفت المشهد نفسه كابتن ازاي، وجود الاعضاء الجمعيه العموميه بغض النظر بقى عن الكلام عن اللي هي يومين والمقرين، هو نادي اهلي واحد، مقر الاهلي ومدينه نصر ومقر اهلي الجزيره. يعني كل التنظيم اللي محمد اللي اتعمل من مجلس اداره زي ما بقول لك نجح بشكل كبير جدا. كل التنظيم ده اتعمل عشان راحت عضو النادي الاهلي، راحت عضو الجمعيه العموميه، فمن حق
مجلس اداره انه يريح الجمعيه العموميه ويريح اعضائه بالشكل اللائق ليه، لان عضو النادي الاهلي عضو مش قليل. يعني انا بتكلم يا كابتن ان احنا مش زي غيرنا، مع احترامي طبعا يعني انا واحتراما للاخرين كمان انا عنصريه، لكن انا هو النادي الاهلي بالنسبه لي هو بيتي، هو ناديا المفضل، هو فبالتالي انا بشوف بحجم النادي الاهلي وبطولاته واعضاء جمعيته العموميه اللي هي من اكبر الجمعيات العموميه في مصر، لازم يبقى في وضع مختلف بالنسبه لتنظيم الجمعيه العموميه بتاعه. وده حق زي ما قلت لك، حق عضو النادي الاهلي بكيانه وثقافته ونضجه وخوفه على ناديه. يعني كل الناس اللي نزل بنحييهم طبعا، واللي ما نزلوش بنشكرهم، وحتى اللي ما نزلش برضه عارفين، احنا عارفين ان هم قلبهم على النادي الاهلي وقلبهم على الناس، وكانوا يمكن تقدر تقول دعواتهم للناس اللي موجودين ان هم موجودين ان شاء الله يحققوا الهدف اللي احنا بنسعى عليه، وهي لائحه النادي. احنا اللي بنوضع اللوائح يا محمد، يعني طول عمر النادي الاهلي هو صباغ بالنسبه للوائح، فالنهارده عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بيحط لائحته بايده، ودي حاجه بصراحه حقه وحق المجلس ان هو يلبي لهذا الكلام. فانا بفتخر بجمعيه عموميه النادي الاهلي، وبفتخر باليوم واليومين اللي اتعاملوا بشكل كبير جدا. بنحيي طبعا التنظيم اللي على اعلى مستوى، اللي وصلنا في الاخر الى بر الامان، وصلنا في الاخر للنتيجه اللي احنا عايزينها، وهي كيان النادي الاهلي ان هو يفضل طول عمره في القمه، وطول عمره بيبقى سباق، وطول عمره رمز لكل الانديه. طبعا يمكن النادي الاهلي او مجلس النادي الاهلي وجه الشكر للنيابه الاداريه اللي كانت مشرفه على او مشرفه قضائيا على الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي، طبعا برئاسه المستشار هاني شريف. كابتن سمير، رايك ايضا في هذه الجمعيه العموميه واليومين اللي عدوا على النادي الاهلي؟ اعتقد زي ما بقول دايما، هو تاريخ بيبقى جديد، او اليومين دول في ناس ممكن ما تكونش حاسه، لكن هو تاريخ جديد للنادي الاهلي في خلال اليومين دول يا كابتن. اكيد احنا بنقول طبعا اولا الف الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده المهندس محمود طاهر، ومبروك على الاعضاء اللي هم انتخبوا وكانوا متواجدين في الجمعيه العموميه. كانت فورين، كان انا كنت متواجد فرع مدينه نصر الحقيقه، شفت عدد يعني طيب جدا، يمكن العدد وصل ل 9500 حاجه زي كده، ده اول يوم. لكن طبعا انا كنت شايف في عدد كبير وبيحترموا طبعا كل القرارات، انما الاعضاء برضو لازم يكون ليها راي ان هي تختار اللائحه اللي تناسب النادي الاهلي. ده طبيعي جدا ان انت بتختار لائحه بتتناسب مع النادي الاهلي، ما انت مش رايح تنتخب حد، انت رايح تنتخب او تعمل او توافق على اللائحه اللي تناسب النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي من بطولاته ونادي عريق، ومن احترام الناس المحترمين جدا اللي هم الاعضاء اللي موجودين. ده لازم يكون ليهم راي. انت عندك في كل الفروع، فرع مدينه نصر وفرع الجزيره وفرع الشيخ زايد، يمكن اكتر من 155,000 عضو، فده حقه ان هو يدي صوته للائحه اللي تفيد النادي. انت مش رايح تنتخب شخص او تنتخب رئيس نادي او مجلس اداره بس، لا، الناس لازم تفهم يا جماعه ان انت رايح تدي صوتك، وده حقك ان انت توافق على اللائحه الاهلاويه مش اللائحه اللي بتدور النادي الاهلي. ده حقك، واحنا كلنا كنا بنحترم الناس اللي كانت متواجده الحقيقه، وكان في عدد مهول، وكان في نجوم كتير، كان يمكن حضر الكابتن طارق ابو زيد كابتن مصر، راح مرتين، راح مدينه نصر والجزيره، وشادي محمد، وانا كنت موجود، وانت كنت موجود، وكابتن وليد صلاح الدين، وكابتن ابراهيم حسن، كل الناس دي، وكابتن شيخ عبد المنعم، كابتن ناس كتير، يعني انا مش عايز انسى حد، وكابتن ربيع ياسين، كل الناس اللي اللعيبه الكبار والناس اللي خدمت النادي الاهلي رايحين لمصلحه النادي الاهلي رقم واحد. انت بتتكلم للصالح العام، النادي الاهلي بيتكلم في لائحه، اللائحه دي ان شاء الله تكون اهلاويه باقتناع الجمعيه العموميه، وكان الشكل كويس جدا زي ما اتكلمنا، تنظيم كان اعلى مستوى، تنظيم كان جيد جدا، وفي هدوء، وفي ناس يعني متقبله الوضع، سواء انت متقبل اللائحه او مش متقبلها، ده الراي ليك انت ورايك احترم، انما الاغلبيه طبعا كانت على الموافقه للائحه الاهلاويه. وطبعا جت على يومين الفرع بتاع مدينه نصر، يمكن العدد كان اكتر شويه عشان طبعا الظروف اللي احنا فيها، وانت شايف يعني الجو بقى حر وصيف، والناس في الساحل زي ما انت عارف، وكلهم بيصيفوا، فاول يوم كان العدد اكتر، تاني يوم كان العدد اقل، انما هي واحد النادي الاهلي واحد، سواء الفرع هنا او هنا، مقرين. هي واحد، مقرين، مش فرع، طبعا مقرين، طبعا عشان حته اللفظ ده، لا لا
بياخدوه علينا يقول لك لا، بس هو اما تم انشاؤه هو مقر الاهلي مدينه نصر، مقر طبعا الجزيره المعروف طبعا وبدايه النادي الاهلي. لا مقر مدينه نصر ومقر الجديده زي ما انت عايز، كل واحد بس الحاجه كانت مشرفه والتنظيم كان جيد طبعا. لواء شيرين طبعا كان قايم بدور كبير جدا، وكلنا طبعا فخورين باللي حصل، ان هي حاجه بتفيد النادي الاهلي يا كابتن ماهر طبعا، حاجه للصالح العام، انت ما بتعملش حاجه اوفر او حاجه يعني مختلفه، لا ده الطبيعي جدا النادي الاهلي يعمل لائحته ويمشي عليها للزمن، يعني انا موجود غيري موجود هيمشي عليها، اللي هي بتخدم النادي مش لصالح حد، لا احنا بنتكلم لصالح العام. صحيح، ودي كانت كلمه المهندس محمود طاهر بعد الجمعيه العموميه كابتن ماهر كابتن سمير، ان مبروك كان بيبارك طبعا الجمعيه العموميه، ومبروك للاجيال القادمه، مبروك لمجالس الادارات القادمه، هم يعني الموضوع ده مش المجلس ده ولا للتوقيت ده ولا التوقيت اللي بعده يسلمه. اذا كان بعض الامور الخاصه باللائحه كبنود مش الجمعيه العموميه مش مبسوطه منها، تقدر بمنتهى السهوله تقدر تعمل جمعيه عموميه وتغير هذه اللوائح، ودي كانت كلمه المهندس محمود طاهر. لكن كابتن يعني برضو خلي بالك لازم نتكلم ونوضح الجزئيه لجمهور النادي الاهلي، ما جمهور النادي الاهلي هو يعتبر عضو في جمعيه عموميه ولكن من بره النادي، لازم نوضح ان اهميه هذه اللائحه والبنود اللي كانت فيها اللي تخدم مصالح النادي كان مهم انها تنجح بشكل كبير من خلال طبعا حضور واكتمال النصاب القانوني للجمعيه العموميه. كابتن بالظبط يا فاروق، توضيح لان كان في اللي هي الاسترشاديه يعني كان واضح قوي انها فيها بنود لا تناسب بنود لائحه النادي الاهلي، فطبعا عضو الجمعيه العموميه عنده من الثقافه ومن الوعي ومن الدرايه ان لا الكلام ده مش هيناسب النادي الاهلي خلال الفترات القادمه، فطبعا اعضاء النادي الاهلي جم في اليومين على التوالي وهم فرضوا رايهم، وده طول عمرنا احنا متربين على كده يا فاروق، يعني انت بتتكلم على مجالس الاداره حضرتك كم جمعيه عموميه للنادي الاهلي؟ ده كتير قوي يعني ما شاء الله في ال 30 سنه اللي فاتوا دول يعني يمكن وانا لاعب كنت موجود وانا طبعا مدرب كنت موجود في معظم جمعيات العموميه للنادي الاهلي، لكن طول عمرنا احنا لينا الرياده ولينا تتذكر عمرك يا كابتن ان الجمعيه العموميه عمرها ما لبت الدعوه اللي ممكن تيجي من النادي الاهلي؟ كلهم بيلبوا كلهم طبعا. يعني عارف انت زي ما بقول لك تواصل اجيال مع بعض، زي ما مجالس الاداره بتتواصل طبعا من العظماء اللي كانوا موجودين قبل كده لحد اخر مجلس محمود طاهر، طول عمرنا عندنا الانجازات دي يا فاروق، طول عمرنا عندنا السبق ده، وطول عمرنا عندنا المصداقيه دي، وطول عمرنا احنا السباقين، ومعظم الانديه بتتعلم من المؤسسه الكبيره مؤسسه النادي الاهلي. فانا عايز اقول لك ان طبعا الاجتماع اللي عمله محمود طاهر ان هو بيشكر فيه الجمعيه العموميه، بيشكر فيه التنظيم، بيشكر فيه عضو النادي اللي هو حس بمصلحه النادي، اللي هو عارف معنى لما يبقى في جمعيه عموميه يبقى في قرارات بياخدها عضو النادي، تاكد ان ديت هتحطنا في المسار الصح، المجلس اللي موجود او مش موجود واخد بالك كله بيكمل بعض في خلال هذه اللوائح الفعاله الجميله وكلها لمصلحه النادي الاهلي طبعا. والنادي الاهلي الحمد لله رب العالمين طول عمره على طول السنوات الماضيه النادي الاهلي عارف طريقه فين، النادي الاهلي عارف مشواره فين من ناحيه البطولات الجمعيه او الفرديه، النادي الاهلي بيضرب مثل للعالم كله، النهارده احنا بنخش منافسه بيننا وبين ريال مدريد من اقوى الفرق الاوروبيه حجم البطولات بالظبط في حجم البطولات، فده كيان كبير كيان مش قليل، المفروض ان الدوله تاخد منظومه النادي الاهلي والمؤسسه دي وتبدا تدرسها على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسه، على مستوى الرياضه عشان نرتقي بمنتهى الامانه. يعني اما تيجي نبص يعني في الفتره اللي فاتت افضل المؤسسات الرياضيه اللي ممكن تكون ناجحه هي مؤسسه النادي الاهلي بالظبط، يعني في الدوله كمان يعني مش عايزين نتكلم الدوله خارج الدوله كمان فبتتكلم ان وجودها بالشكل المناسب دون طبعا انت تصطدم بيها، طبعا ما حدش بيقول ان حد ان عمر ما النادي الاهلي خالف قانون، عمر ما النادي الاهلي ممكن يكون خالف لوائح ولا قانون، لكن دايما انت لازم تاخد الكبير وتبتدي تتعامل معاه ككبير مش ك صغير، انك تاخد رايه وتاخد فكره وتاخد هو ده اللي انت محتاج عشان تطبقه حتى على بعض الانديه. عشان كده بقول ان يمكن اللائحه اللي انا قريتها
جيت برضو المقارنه ما بين اللائحه الاسترشاديه ولائحه النادي الاهلي هتلاقي ان لا اللائحه بتاعت النادي الاهلي ممكن فعلا بعض الانديه تستعين بيها في الفترات القادمه. انا مطلع شويه على بعض الانديه اللي ممكن تكون جمعيتها العموميه طبعا صغيره، يقول لك خلاص انا همشي باللائحه الاسترشاديه، انا اصلا ما عنديش جمعيه عموميه، ونشوف شوف بقى حجم النادي الاهلي. لا بس البنود برضه يا كابتن فاروق ما ينفعش ان انت توافق عليها، يعني في بند في اللائحه الاسترشاديه يا كابتن ماهر وانت عارفها يا كابتن فاروق، ما ينفعش حاطط فيها ان رئيس نادي يمسك يكون اجنبي. ده يعني صعب ممكن يبقى صعب أجنبي. جدا او ده بند من ضمن البنود ان انت صعب جدا كرئيس نادي او جمهور او جماعه عموميه تقدر توافق على البند ده. لا طبعا، لازم مؤهل والتجنيد في حاجات مهمه يعني بعض البنود ده في منتهى الصعوبه علينا يعني. وجزء الاستثمار يا كابتن وده الاهم بالنسبه للنادي الاهلي، انت كنادي الاهلي حجم استثمارك ومتطلباتك الاستثماريه وان انت تجيب اموال عشان تقدر تصرف على النادي وصفقاته والالعاب الاخرى، فلازم الاستثمار بتاعك يبقى عندك مش فقط اللعيبه وبيع اللعيبه، لا ده انت المفروض تبتدي تكون شركات وشركات مساهمه، وده اعتقد هو ده النادي الاهلي، لكن انت تقيده من خلال رجوعك للجهه الاداريه مره اخرى هتوافق ما توافقش، ده في حد ذاته ده كان يبقى شيء صعب، ولكن الرجوع للجمعيه العموميه والمصلحه العامه هو ده الاهم. هم احنا عارفين مصلحتنا بنفسنا كابتن ماهر. بالظبط بالظبط. انا يعني عايز اقول لك ان احنا كمان في روب النادي الاهلي ما بيتحجمش. يعني النادي الاهلي طول عمره عنده رياده، النادي الاهلي طول عمره عنده المبادئ، النادي الاهلي طول عمره عنده القرار. فالحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا نضرب للمعظم المنظومه الرياضيه ان ما زال النادي الاهلي هو نادي القرن، نادي المبادئ. زي ما انت قلت اللائحه اللي بيعملها النادي الاهلي يمكن معظم الانديه كلها بتقدر بتاخدها وبتشتغل على البنود اللي بيحطها النادي الاهلي، النادي الاهلي طول عمره في التطوير. زي ما انت قلت موضوع تسويق كره القدم بالذات بقت حرفه، بقت صناعه، الاحتراف بقى والاستثمار بقى بشكل كبير جدا، موارد النادي الاهلي درجه النادي الاهلي النهارده النادي الاهلي عنده الشيخ زايد، عنده مدينه ناصر، عنده الجزيره، عنده التجمع، ولسه يعني هيوصل بعد كده المحافظات. احنا رحنا بلاد عربيه كتير، حتى بالظبط حتى البلاد العربيه زي ما انت قلت. حتى البلاد العربيه محمد يمكن اهل اليمن واهل الامارات فاهل الاهلي بالظبط فده واضح قوي ان النادي الاهلي حاجه كبيره جدا وقيمه كبيره جدا في المؤسسه الرياضيه وفي جمهوريه مصر العربيه بالذات. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نفضل في التقدم ده والازدهار ده جيل بعد جيل زي ما قلت لك بيستلم الرايه وبيمشي على الخطوات الناس اللي كانت موجوده وده ما بيقللش من قيمته، بالعكس دي هي دي مبادئ النادي الاهلي طول عمره. عشان كده كابتن سمير لما بتكلم على حاله الاستقرار اللي بتبقى موجوده في النادي الاهلي سواء اداريا او فنيا هي دي الاهم. فانا لما باجي ادافع عن كابتن حسام البدري في وقت من الاوقات يكون الامور صعبه على النادي الاهلي، هل ده ممكن في شيء غلط؟ ان انا ممكن ادافع، انا بنتقده وفي نفس الوقت بحاول نصلح الامور ولا يعني انت حتى كنت بتنتقد كابتن حسام البدري في اي مباراه في بعض التغييرات ده حاجه في الشيء الصالح اكيد واحنا بنعملها هنا كابتن سمير يعني أكيد. ما بنخفش ولا بنتكسف. احنا طبعا ما فيش شك رقم واحد احنا سبورت للنادي الاهلي في كل الالعاب صحيح خصوصا كره القدم. انما في اوقات بحس ان في تقصير من الناحيه الفنيه او تغييره كده او تغييره كده، انا كاعلامي او راجل محلل من حق ان انا اعلق عليها سواء كنت صح او كنت غلط ورايي يحترم. فدي طبعا موجوده جوه قناه النادي الاهلي وفي حياديه شويه حتى لما بنتكلم على الخصم بنديله حقه، لما بنحس ان احنا في تجاوزات او في اخطاء بنتكلم على الاخطاء، ده طبيعي جدا في النادي الاهلي. انما الاستقرار رقم واحد في النادي الاهلي طبعاً. والتجانس موجود وده اللي اشتغل عليه كابتن حسام البدري. في ناس كتير كانت من اول السنه بتقول له مثلا عايزه تفرض رايها وده حقهم كجماهير النادي الاهلي ان هي بتحب نجم معين زي صالح جمعه. من اول السنه صالح ما كانش فت. عبد الله هو اللي كان شغال هو ومؤمن هو ووليد ونفس انا بقول لك مواقف كده وحاجات يعني صحيح. عشان يعني تتناسب مع السؤال. فانا كنت مع كابتن حسام البدري ان هو شايف ان صالح ما كانش فت الفتره دي. بعد كده لما صالح ابتدى يتمرن كويس ويلتزم وياخد مباريات ربع ساعه في ثلث ساعه وياخد شوط او يبدا ويطلع ابتدى يخش في الفورمه. لما ابتدى يخش في الفورمه صالح ابتدى مع من الناس الاساسيين او الكابتن حسام بيعتمد عليهم من ضمن ال 13 او 14 15 لعيب اللي موجودين بناء عليه. صالح تالق وراح هنا وجه هنا، بعد كده راح المنتخب.
يعني هي لفة بنتكلم عليها كابتن ماهر ان هي ضمن الالتزام وال 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 والتجانس واللمة بتاعت النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عليها وبنقول كل واحد بياخد حقه. كابتن حسام الفترة دي فعلا كان مركز على 13 14 لعيب هم الهيكل الاساسي للفريق، ابتدى يشتغل عليهم، وبعض الصفقات الجديده اللي الناس كلها كانت بتقول ان هي تخش التشكيله الاساسيه او السكور شيت ابتدى يجهزها بشكل كويس جدا في البطوله العربيه، وابتدى ان احنا نشوفها والنادي الاهلي يقف عند كل لعيب سواء هيطلع اعاره او هيلعب مع النادي الاهلي او هيطلع هنا او هيجي هنا، فكل دي عوامل بتادي في الاخر على نواحي اللي انت كلمت فيها كابتن، الالتزام وطبعا التجانس بتاع النادي الاهلي وكابتن حسام. طبعا لما احنا بيبقى في اي حاجه احنا بنتكلم عادي جدا والراجل بيتقبل ومفيش اي حاجه يعني. صحيح. طيب يعني يمكن ده تدريب النادي الاهلي على الشاشه ده النهارده من مشروع الهدف، واكيد كابتن حسام يعني بيحاول بقى السنه دي الى حد ما رغم بالرغم من الفتره الى حد ما صغيره مش تقول نتيجه طبعا تلاحم الموسم، ان هو يطبق بعض الامور الجديده فنيا وخططيا يا كابتن من خلال طبعا تواجد بعض اللاعبين. طبعا احنا عارفين ان في نجوم موجود دلوقتي مع منتخبنا الوطني استعدادا لمباراه اوغندا، ولكن طبعا اللاعبين اللي موجود في التوقيت الحالي بيتمرنوا او بيعملوا فتره اعداد جديده للموسم القادم. شوف يا كابتن، طبعا انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا الفتره اللي جايه هنبتدي نشوف من خلال طبعا قناه الاهلي بعض، هنعمل حلقات خاصه بالتطور الهجومي للنادي الاهلي من خلال طبعا الاهداف اللي هنجيبها من اول مباراه في الدوري 2016 2017، هنجيب من اول مباراه لاخر مباراه كل الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي وجزئيه التطور، وازاي كابتن حسام البدري كان بيشتغل في الجزء الهجومي في اول الموسم وفي نص الموسم واخر الموسم، ومين اللي بيشترك في الشكل الهجومي سواء بقى بدايه من شريف اكرامي وحتى ما تنتهي بمحرز الهدف. كل ده هنعمله من خلال طبعا بعض او حلقات موجوده ان شاء الله حتى بدايه الموسم القادم من خلال طبعا برنامج استادي الاهلي. كابتن حسام، كابتن ماهر، اكيد استعداد مختلف السنه دي بالرغم زي ما بقول لحضرتك كده لصغر او عدد الايام القليله لبدايه الموسم. يا كابتن بص يا فاروق، شخصيه المدرب واخد بالك واحترامه للمؤسسه اللي بيشتغل من خلالها والجهاز المعاون اللي طب هو انا هستاذنك يا كابتن قبل بس ما حضرتك تجاوب، يعني هروح لزميلي محمد سعيد هيقول لنا طبعا تمرينه النهارده اخبارها ايه والدنيا ماشيه ازاي، يعني كانت اعتقد على تمرينتين النهارده صبح وبعد الظهر، فبالتالي يا ابو حميد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن محمد، اهلا بيك وانا بضيفك كابتن ماهر همام وكابتن سمير كمونه وكل متابعينك الكرام. ربنا يخليك يا محمد، ربنا يخليك. قول لي الاخبار ايه النهارده، تدريبك كانت ماشيه ازاي؟ تمرين الصبح وتمرين بعد الظهر تقريبا. بالظبط، التمرين النهارده كان على فترتين، فتره الساعه 9 الصبح وده كان تدريب بدني شاقة جدا طبعا، عارفين فتره الاعداد بالنسبه للفريق في الموسم الجديد، والتمرين المسائي كان الساعه 5 خلص ما كملش حوالي ساعه وربع، وكان بيشتمل اكثر على النواحي التكتيكيه والنواحي الفنيه، استمر بالظبط من 5 لغايه 6 وربع. التمرين النهارده مميز فيه ان الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري اطمأن على حاله اللاعبين جميعا، يعني خلال الايام السابقه كان هناك 3 لاعبين بعيدين عن التدريبات، مؤمن زكريا اللي اصيب بعنقل في الكاحل، ايضا اسلام محارب كان تعرض كده يعني كازمه في التهابات بسيطه في الحوض، وليد سليمان كان بيكمل برنامجه التاهيلي، لكن النهارده اكتملت التشكيله او القائمه بالنسبه للجهاز الفني، كل شارك النهارده في التمرين لا يتبطى سوى جونيور اجاي اللي يمكن وصل بالامس وكان اول تمرين ليه بالامس، النهارده كان متواجد معاهم في المران الجماعي في البدايه في المران البدني، ثم طبعا يعني اصطحبوا كابتن اليس الشعلاني وكابتن محمد ابو العلا وكملوا البرنامج البدني اللي بيأديه دلوقتي جونيور اجاي في التوقيت الحالي على امل اللحاق ان شاء الله بالتدريبات الجماعيه والتكون مع الفريق في الفتره القادمه، خاصه ان الاجازه اللي خدها اجاي كانت اكثر شويه يومين نتيجه طبعا تعذر وصوله بسبب هو استأذن يا محمد صح؟ هو تم الاستئذان من الجهاز الفني والاداري. بالظبط. يعني ما فيش خصم ولا حاجه على التاخير ولا حاجه. لا لا لا، لم يعلن اي خصم على تاخير اجاي او اي شيء من هذا القبيل، والتزم في التدريبات من امبارح والنهارده كمان شارك في تدريبات بدنيه وفي برنامج خاص معمول لاجاي بحيث ان هو ان شاء الله الفتره القادمه ينضم للتدريبات الجماعيه والتقسيمه الجماعيه، لان النهارده شهدت تنافس كبير جدا و منافسة قوية جدا من عدد من اللاعبين، يعني تألق فيها وليد سليمان، تألق فيها مؤمن زكريا، كان في تصويبات عديدة لعمرو بركات وعماد متعب، لكن بشكل عام يعني 22 لاعب هم القوام الموجود في معسكر الأهلي في الفترة الحالية في 6 أكتوبر والتدريبات بشكل يومي في مشروع الهدف. طيب بالنسبة للمباراة، مباراة النصر يا محمد، هي هتبقى يوم الأربعاء وبعد كده الفريق هيرجع بقى المختار التتش تدريباته ولا إيه؟ الأجازة هتبقى خميس ويعني فترة العيد،
يعني العيد تقريبا الجمعه ان شاء الله بامر الله. كل طيب. وانت طيب يا كابتن محمد وكل الامه الاسلاميه بخير. بكره باذن الله تمرين على فتره واحده الساعه 5 يوم الاربعاء المباراه الوديه مع نادي النصر في مشروع الهدف. تمام. في نفس التوقيت الساعه 5 يوم الخميس الفريق هيرجع للتدريب على التيتش، وطبعا هيوافق يوم وافد عيد الاضحى، وهيكون التدريب بعد الظهر يعني تدريب خفيف للفريق كده بعد الظهر في ملعب التيتش في الجزيره، وبعد كده الفريق ياخد اجازه اول ايام العيد يوم الجمعه ويعود من السبت ان شاء الله للتدريبات في التيتش استكمالا بقى للاستعداد في المباراه الوديه الثانيه اللي لم يتحدد طرفها حتى الان. يعني الكلام على فريق المنصوره محمد مش صحيح، يعني المنصوره هي اللي هتلاعب النادي الاهلي في المباراه الثانيه. يعني احنا سالنا امبارح والنهارده حتى هذه اللحظه لم يتحدد بشكل رسمي. اللي تحدد بشكل رسمي هو فريق النصر ان شاء الله مباراته يوم الاربعاء في الهدف، لكن المباراه الثانيه لم يتحدد طرفها حتى الان او لم يتم التاكيد بشكل رسمي حتى الان الاهلي هيتواجد مين في اللقاء الودي الثاني واللي هيكون الاخير ان شاء الله قبل مواجهه قطاع الجيش في الدوري العام. طب طمنا طبعا على مروان وحسن يا محمد، يعني ماشيه ازاي الامور معاه والاستعدادات ان هو يسافر بعد العيد برده ماشيه ازاي؟ مروان في التوقيت الحالي هو بيدي يعني في تدريب خاص ليه بيتعمل او تاهيل خاص ليه معمول مع الجهاز الطبي، لكن مش متواجد مع الفريق في معسكره المغلق، خاصه ان مروان كمان المفروض خلال الساعات القادمه هيستعد للسفر الى المانيا لاستكمال او متابعه حالته يعني حاله التاهيل اللي كان بياخد فيها الفتره الاخيره ومتابعه الطبيب الالماني اللي كان اشرف طبعا على عمليات جراحيه اللي اجراها لمروان والاطمئنان على حالته بشكل نهائي عشان يتحدث بشكل رسمي عودته للتدريبات الجماعيه والمباريات الرسميه عقب عودته باذن الله بعد عيد الاضحى مباشره باذن الله، لكن هو مش متواجد في معسكر المغلق ومش يعني ما كانش امبارح موجود في تدريبات مع الفريق ولا النهارده موجود معاهم في معسكرهم المغلق بالهدف. طيب يعني اكيد طبعا الاجازه فرصه ان المنتخب اللعيبه بتاعتنا تتفرج برضه على ماتش المنتخب وده حاجه ان شاء الله. هو ماتش المنتخب يوم الخميس تقريبا 31 ماتش المنتخب يوم الخميس خميس 31 ده كده هيبقى في تمرينه هتبقى صعبه عليهم. هي في تمرينه في حدود الساعه 12 يعني هو لغايه دلوقتي لسه ما حددش ميعاد التوقيت بس التمرين هيبقى غالبا طبعا عارفين ان الخميس هيبقى صيام فغالبا التمرين هيبقى يعني يا اما الساعه 10 صباحا او 12 الظهر هيبقى في الحدود ده عشان برضه فرصه برضه كلاعبين يتفرجوا. طيب اي حاجه او اي معلومات عن احمد حمدي وعرض اودونيزي الايطالي وموافق طبعا النادي الاهلي على اعاره اللاعب ولا يعني طبعا في كلام عن اعارته في مبلغ اتحدد معين للبيع يا محمد؟ هو حسب المعلن الرسمي ان كابتن حسام البدري وافق بشكل رسمي على منح الفرصه لاحمد حمدي للاحتراف خاصه ان اللعب في الدوري الايطالي بالتاكيد شيء ايجابي وشيء قوي وافاده، لكن من ناحيه التفاصيل الماديه دي تركها كابتن حسام بقى لاداره النادي بالتفاوض مع نادي اودونيزي الايطالي وتم ارسال فاكس والتفاوض مع النادي الايطالي حول الطلبات الماديه في طبعا انضمام احمد حمدي خلال الفتره القادمه. كلنا عارفين ان نادي اودينيزي كان بعت عرض مبدئي بالاعاره لمده موسم ب 125,000 يورو ثم البيع النهائي في نهايه الموسم وكلهم احقيه في ضمه اذا في حاله دفع 725,000 يورو. لكن النادي الاهلي ارسل فاكس اخر وفي هذه اللحظات يعني بيتم التفاوض بين الطرفين حول المقابل المادي، لكن كناحيه فنيه الجهاز الفني وافق مبدئي وحتى يعني من خلال النادي بشكل رسمي تم الاعلان ان الاهلي وافق مبدئيا على احتراف احمد حمدي في ايطاليا خاصه بعد تجاوزه فتره المعيشه مع اودونيزي وارسال اودونيزي عرض رسمي لضم اللاعب. جميل جدا بالتوفيق ان شاء الله في حاله طبعا البيع او الاعاره لان اكيد احمد حمدي من اللعيبه المميزه. بشكرك يا محمد وجودك معانا طبعا وكل كبيره وصغيره داخل فريق كره القدم الاول للنادي الاهلي طبعا حاجه مميزه وفتره اعداد ان شاء الله تكون مميزه. كابتن ماهر قطعت كلام حضرتك بخصوص فتره اعداد وصغر هذه الوقت او التوقيت العدد الايام يمكن الى حد ما انت عارف كابتن ان احنا كلاعيب الكوره بتبقى شهر ما بيشهر بالظبط ما بقاش فيه كده لكن تقريبا اسبوعين كابتن حسام البدري قليله طبعا. انا عايز ارجع بس يا محمد اقول لك ان شخصيه المدرب واخد بالك والعداله والشفافيه اللي اتعامل بيها حسام في الموسم الماضي هي اللي وصلت النادي الاهلي حصوله على بطوله الدوري وبطوله الكاس لتدويره ال 29 لعيب وكل واحد خد حقه بما يرضي الله وده يمكن اللي يمكن رجح كفه النادي الاهلي في هذا العام ووصلته للبطولتين اللي هم العزاز على النادي الاهلي وفي نفس الوقت النادي الاهلي حقق رقم ما اتعملش يمكن في جميع الاجيال اللي قبل كده انه النادي الاهلي ما خسرش ولا مباراه. يمكن لو انت تفتكر ايامنا احنا لما بدانا في جيل السبعينات كان يمكن عدى الاسبوع ال 14 او 15 وبعدين الهدف اللي جانا في الكابتن اكرامي في دمياط اللي هو الكابتن ريحان وكسبنا دمياط يوميها 4-1 ويمكن دي كانت مكافاه عملها الحاج حليم واخد بالك 500 جنيه اللي يهز شبكه اكرامي
فيمكن كان ريحان والاسم طبعا ما زال معروف ومحفور في ذهن جمهور النادي الاهلي ان هو اول واحد سجل في اكرامي وهز شبك اكرامي في الاسبوع ال 14 او 15. فالنهارده النادي الاهلي بيحقق مع حسام وجهازه الفني انجاز مسبوق وما تقررش قبل كده، انك انت ما بيخشش فيك او ما خسرتش ولا مباراه طول الدوري العام. النقطه الثانيه ان هو ادى الاحقيه وادى الامانه وادى الثقه وادى التوقيت المناسب ليمكن ال 29 لعيب محمد، وقدر ان هو يدورهم في الوقت المناسب وفعلا في الاحتياجات اللي احتاجتها الفرقه كل واحد خد بما يرضي الله. زي ما سمير اتكلم كده يمكن كان مثال للتدوير ده اللي حسام كان فيه عداله بالنسبه للتوزيع فيه، يمكن صالح جمعه اللي لفت نظر كل الاهلاويه واستغلال التوقيت كمان التوقيت، وهو حس كمان ان صالح فعلا محتاج ان وعايز عايز فحسام لقى الوقت المناسب اللي يقدر يدي فيه صالح جمعه. يمكن البطوله العربيه وبعض اشتراك بعض اللعيبه يمكن زي ما اتكلمنا ان في، انا مش عايز اقول ظلم لكن عايز اقول ان في اخفاق، زي مثلا عمرو بركات خد جزء في البطوله العربيه وقدر يثبت وجوده وبعد كده مع الاسف ما شفناهوش. في اسلام محارب نفس الكلام، فانا عايز اقول لك ان كان مش عيب، يعني كلنا بنستفاد من الاخطاء اللي بتحصل. ان كان اللي بدا البطوله العربيه محمد هو اللي ينهي البطوله العربيه، لكن اللعيبه لما جت من الراحه يمكن حصل دروب في الجزئيه دي برضك. واحنا لعيب الكوره احنا 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 الثلاثه لما بقى واخد يا سمير فتره راحه اسبوع او 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 8 ايام اكيد بالظبط ببعد عن الـ عن الـ عن التركيز، ببعد عن التنظيم، ببعد عن بيبقى في نوع من الارتاحيه واخد بالك، ويمكن دي كانت بنت في البطوله العربيه. في نفس الوقت حسام قدر ان هو يستغلها بشكل بسرعه بشكل ايجابي، لان كان عندنا بطوله مهمه جدا بطوله كاس مصر اللي بقى يمكن 10 سنوات ما حققناهاش، وقدر حسام يستغل الاخفاق اللي حصل النسبي في البطوله العربيه ان هو يرجع لكاس مصر في مباراتنا النهائي مع المصري ويفوز طبعا بشكل جيد 2-1. والله يا كابتن عايز اقول لك بخصوص كاس مصر ده، انا كنت بتكلم في الانترو على موضوع الانجازات، في انديه بتقعد تتكلم على بطوله ان هو جت في عهد المجلس مثلا معين لسنين بالظبط. طيب يعني بعض الانديه بطوله واحده يمكن في كل بطولة في 10 سنين يعني، او يمكن كاس مصر لو قسمناه كده على الانديه هنلاقي يمكن كل نادي من الانديه العريقه اللي موجوده في الدوري العام حققت يمكن خمس ست سبع فرق حققوا بطوله واحده اللي هي كاس مصر واخد بالك. لكن الدوري ماراثون طويل جدا محتاج مقاومات ومحتاج عوامل تانية طبعا. بالنسبه لفتره الاعداد طبعا فتره الاعداد بتختلف عن كل فترات الاعداد اللي احنا عشناها، ان تلاحم المواسم ورا بعض محمد، فبيئه الاستشفاء وبيئه الراحه ما بتزيدش عن اسبوعين، يعني زمان احنا كنا بناخد شهر وشهر ونص استشفاء كامله واخد بالك، عشان كده كان بيبقى في مشقه بالنسبه لنا على فترات الاعداد بالظبط. لكن انت دلوقتي النهارده التطوير يمكن سمير كمان موجود في القصه دي، التطوير البدني والخططي والقياسات اللي بتحصل النهارده يمكن من ضمن الحاجات اللي احنا محظوظين فيها. الراجل التونسي اللي موجود برضك وصلنا المرحله بشكل جيد جدا. يمكن في عالم التدريب احنا فوجئنا، ودي بترجع لحسام البدري انه اختياره لهذا الرجل المجتهد ساعدتنا بشكل كبير جدا. انت النهارده عندك 29 لعيب من افخر 29 لعيب الموجودين في البطوله المصريه ويمكن والعالم العربي، عندنا 29 لعيب ده محمد من اميز اللعيبه اللي موجودين. يعني انت النهارده لو تسالني انا على الاحلال والتجديد هقول لك انا مش همشي حد كابتن، انا هبقى على 29 لعيب اللي هم كابتن كمونه ومن منذ قليل مع محمد سعيد احمد حمد يعني ده اللاعب مميز دنيزي عايز 97 ولكن حتى الان ما خدش يعني يعتبر ما خدش فرصه، ده يدل على حتى اللاعب اللي ما بيلعبش عندنا كنادي اهلي هو لاعب مميز وجيد مطلوب في من اعرق الانديه الايطاليه في ايطاليا. انت عارف كمان محمد فنيا تريحك، انت خلاص اللعيبه دي اتعودت على ادائك، اتعودت على طريقه اللعب، اتعودت على شخصيتك، هضمت كل حاجه انت محتاجها فنيا او بدنيا او تكتيكيا او حتى نفسيا يعني. فالنهارده انا لما اعمل اعاره لفلان وابعد فلان واودي فلان ده وجهه نظري انا يعني. وبعدين يمكن وجهه نظر كابتن حسام طبعا هتبقى يمكن هو رؤيته اكتر مني. لكن انا بتكلم على ان ولادنا اتعودوا على شكل واداء حسام البدري وجهازه الفني. فالنهارده ممكن اضيف حسب احتياجاتي، يعني ممكن اضيف مكان
احنا كلنا طبعا شايفين بعد رحيل حجازي ان في مشكله في الحته بتاعت قلب الدفاع دي، وبعدين اصابه سعد سمير. فانت النهارده بدل ما تطلب فرده بتطلب اثنين لعيبه، يعني بتلعب واحد، لا بتطلب اثنين لعيبه. المكان ده محمد من اقوى الاماكن اللي بيحصل عليها الضغط شكل، لا لسه لازم فعلا يعني الجزئيه دي مهمه، لان جمهورنا يعني برضه نبض الشارع موجود. احنا فين يا جماعه؟ احنا عندنا مشكله في الجزئيه دي. عندنا نجوم ما شاء الله عليهم، سواء بقى سعد ولا رامي ولا منجي، ولكن طبعا واضح جدا بعد خروج احمد فتحي واحترافه احمد حجازي، انا اسف، لا وانت محتاج فرده كمان زي ما انت بتتكلم كده. سمير، فتره الاعداد يمكن دايما كمدرب حضرتك ومدير فني وانت حضرتك وكابتن طبعا ماهر همام بيبقى ليها توقيت معين. كابتن حسام بدري لحد ما حته الراحه هو برده ما عرفش يريح لعيبته كويس، دي نقطه برده لازم تؤخذ في الاعتبار في حته الجزء البدني وانت بتعمل فتره اعداد، بتعمل الجزء الفني والخططي داخل فتره الاعداد. يعني برضو كابتن حسام الى حد ما يعني بيحاول على قد ما بيقدر في هذه الفتره، خصوصا ان انت داخل بقى على طلع الجيش قريب اسبوعين تقريبا اكيد، وثم بقى طبعا مباراه مهمه، مباراه الترجي. الطبيعي ان انت بتعمل يعني الشغل اللي هو من 3 4 سنين، فتره الاعداد بتبقى من 7 اسابيع ل 8 اسابيع داخله بيها الماتشات الوديه، انما في حاجات حديثه دلوقتي. انت بتتكلم في ضغط المباريات، يعني مثلا لو قارنت بالفرق الاوروبيه او الفرقتين التقال قوي اللي هم بيلحموا يا كابتن ماهر الموسمين مع بعض، زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي برشلونه وريال مدريد، ان هم بيلعبوا بطوله اوروبا وبيلعبوا في الدوري وكاس ومنتخبات، يعني ما فيش وقت، يعني في لعيبه ما ريحتش، فالوضع بيختلف دلوقتي. فنفس الشيء السنه دي مع كابتن حسام بقينا يعني دخلنا زي الفرق الكبيره الفرق العالميه، فدلوقتي بتبقى حاجه مختلفه شويه، بتعمل فتره اعداد مصغره بيبقى البرنامج التدريبي بيبقى اقل شويه، عندك الماتشات الوديه بتبقى اقل شويه، فكل دوت بيبقى يعني بتقص حوالي نص البرنامج طبعا عشان ضغط المباريات اللي انت لحمت السنه بيها، عندك كاس وعندك دوري، عندك بطوله افريقيه، حتى كمان لسه كاس مصر يمكن البطوله الوحيده اللي في العالم لسه خلصانه من اسبوعين، فطبعا كل ده اتلحم معاك، فانت ما تعرفش تعمل برنامج تدريبي وفتره اعداد. وكمان النقطه المهمه يا كابتن ماهر ان الراحه للعيبه، احنا عارفين بعد الموسم الشاق بيبقى 3 اسابيع، من 3 اسابيع لشهر في العالم كله. دلوقتي ما فيش حد بياخد راحه اسبوع، يمكن يعني الكابتن حسام عامل يمكن ادى كل واحد اسبوع بعد الماتشات وضغط المباريات الفتره اللي فاتت، فلازم برضو الناس تبقى فاهمه ان اللعيبه ما خدتش فتره راحه طويله قوي، وهتلعب بطوله افريقيا وراحه المنتخب، يعني كمان حتى الاسبوع ما هوش كفايه ان العضلات تاخد ارتياحيه والاستشفاء يكون على ما يرام او 100% ان انت تبدا سنه جديده، فهي سنه من ضمن السنين الاستثنائيه المضغوطه اللي انت تقدر تعالجها بحاجات تانية. طيب. يعني بعد فترات تقدر تعمل زي ما حيينا كلنا زين الدين زيدان بعض المباريات في الدوري وفي بطوله اوروبا، ان هو بيعمل عمليه الروتيشن، يلعب 3 4 لعيبه ويقعد 2 3 وبعد الماتش اللي بعده في بطوله اوروبا يلعب فريق تاني، فنجحت بنسبه 100% وقدر ان هو ياخد بيها 3 4 بطولات. فالكابتن حسام قدر الفتره اللي فاتت في البطوله العربيه يمكن اتزنق شويه، والنقطه دي انت اتكلمت فيها ودي نقطه مهمه جدا يا كابتن فاروق، ان هو لاعب بعض الناس او الصفقات الجديده عشان الناس تشوفها وهو يقف عليها، هل ده ينفع ما ينفعش، يقدر يطبق الطريقه، محتاج شغل بدني، محتاج شغل تكتيك يتطبق معاه، كل ده دراسات يا كابتن، وهو الكابتن حسام فهم الموضوع ده كويس جدا وقدر ان هو يتعامل مع المباريات. دلوقتي طبعا الامور بالنسبه له صعبه جدا، يعني نص الفرقه راحت المنتخب، يعني في المنتخب دلوقتي عندنا احمد فتحي وشريف اكرامي وعبد الله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعه ورامي ربيعه والشيخ، حوالي 7-8 لعيبه، فعدد كبير قوي. انت بتعمل برنامج تدريبي للمجموعه اللي خارج المنتخب خاص، وهم داخلين برنامج تاني خالص، لما تيجي تجمع اللعيبه داخل على بطوله افريقيا، ممكن يكونوا جايين من سفر ومجهدين، يعني برضو الامور كلها ضغط بعض، هي عايزه يعني عملية تنظيمية شوية، ان احنا بنتكلم فترة اعداد والشغل اللي زي انيس شعلان لما كلمت كابتن ماهر وكابتن فاروق اتكلم ان هو راجل مجتهد جدا مع كابتن ابو العيلة طبعا وبقية اعضاء الجهاز الطبي، هي هتبقى فترة اعداد مصغرة برنامج التدريبي والبدني هيبقى اقل شوية، ومعظم المباريات الودية هتتلغي، هيتعمل حاجات كده على حسب البرنامج والوقت اللي هو هيتلعب فيه الدوري، يمكن في نص 9 تقريبا، فبتهيالي يعني
كابتن حسام والجهاز الفني يقدر يلمها شويه. والفتره اللي فاتت او الدوري الكابتن حسام فنشه قبل الدوري ما يخلص بخمس ست مباريات، ده دليل النادي الاهلي واقف على رجله. يمكن اجهز فرقه في مصر هي كانت النادي الاهلي، سواء في البطوله العربيه او في الافريقيه او في كاس مصر او في الدوري، فرقه زي ما اتكلمت 29 لعيب جاهزين. كابتن حسام دلوقتي كمان للسنه الجديده هو في حيره لان عنده صفقات على اعلى مستوى، حاجة مميزة كابتن سمير. يعني حاجه مميزه، وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي تحسب له ان هو من انجح الصفقات اللي عملها في تاريخ النادي الاهلي السنتين اللي فاتوا والسنه دي بالاخص كمان. وفي على معلوماتي طبعا بيقول لك فرود افريقي على اعلى مستوى كمان، بالاضافه لوليد ازار وطبعا اجايه، هتبقى حاجه طبعا ممتازه. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ان الكابتن حسام هيبقى في حيره الفتره اللي جايه من خسره اللعيبه الجاهزه، ويقدر ان هو يحط مين او دي حاجه حلوه كتن. طبعا مش وحشه يعني طبعا. كابتن ماهر، انا قبل ما اطلع الفاصل السؤال بس وحضرتك فكر فيه وبعد كده لما نرجع نجاوب عليه. كان سمير اتكلم على جزئيه الجزء البدني، وهي فتره بتبقى بيقص منها كابتن حسام بدري ما دام هي صغيره جزء كبير من البرنامج التدريبي اللي ممكن يقعد لشهر. جزء الخطط بقى، هل كابتن حسام ممكن يبقى في طرق لعب جديده مختلفه عن ما كان هو بيعتمد عليه الموسم الماضي، ولا هيفضل زي ما هو؟ خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع كابتن سمير كمونه طبعا وكابتن ماهر امام نجمنا كبير ومدافعينا الكبار طبعا في النادي الاهلي. كملين كلامنا طبعا مع في استاد الاهلي على طبعا فريق النادي الاهلي لكره القدم اللي بيعسكر حاليا في معسكر الهدف واستعداده طبعا للموسم القادم. كابتن ماهر، كنت سالت حضرتك قبل الفاصل على الشكل الخططي والفني لكابتن، او الشكل الخططي بمعنى اصح، او طريقه اللعب كابتن حسام بدري، هل ممكن من خلال فتره اعدادي يكون في تغيير شكل مختلف للموسم القادم عن الموسم السابق؟ بص يا فاروق، ما افتكرش يعني برضك حسام بيلجا للتثبيت، بيلجا للخبرات، بيلجا للعناصر اللي بيعتمد عليها. ولكن بعض الاوقات يا كابتن موجود، ولكن طبعًا بعض الاوقات احنا عانينا مثلا من نقص معين في لعيب معين بتعتمد عليه الخطه، فبالتالي حته تغيير الخطه نفسها اثناء اللعب لازم مهمه، فانت لازم تكون بتدرب عليها. ده اللي انا قصدي وجهه نظري في الجزئيه. موجوده المرونه دي، موجوده عند كل مدرب، واخد بالك من خلال محتويات المباراه حسب الظروف اللي بتجبرك ممكن تغير الطريقه وانت شغال قبل المباراه، لو انت شايف ممكن تقدر تغير الطريقه. ودي برضك ميزه الفرق الكبيره يا محمد، عندها كذا طريقه في اللعب. يعني مثلا كنا زمان مثلا بنلعب بطريقه 5 3 2 او 4 3 3 او 3 2 3 4 2 1، يعني الطرق موجوده. ودول لعيبه ما شاء الله، انت تكوين لعيبه النادي الاهلي كلهم دوليين زي ما سمير كمونه قال، يمكن حوالي 8 9 لعيبه مع المنتخب الاول، وفيهم بعض اللعيبه منتخب اولمبي. فطرق اللعب محمد موجوده عند الجهاز الفني بمحتوياتها دفاعيا وهجوميا ومشتقاتها. نفس الكلام، الصوره دي بتتنقل للعيبه، خد بالك يعني من ضمن الخبره اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي، اللي بتسهل على اي مدرب اي طريقه لعب مناسبه ومريحه اللعيبه، اللعيبه بتنفذها بشكل كبير جدا. حسام من بدايه توليته لعب بطريقه 4 2 3 1 4 2 3 1، وثبت بشكل كبير جدا حوالي 14 او 15 لعيب لتنفيذ هذه الطريقه. وبعض اللعيبه فيها عنده يمكن لعيبه بتسمى جواكر، تقدر تلعب زي مثلا احمد فتحي من لعيبه الجواكر اللي يقدروا يلعبوا باك رايت، يقدر يلعب مساك، صالح جمعه يقدر يلعب هاف ديفندر، يقدر يلعب تحت راس الحربه، اجايب يقدر يلعب راس حربه، يقدر يلعب تسعه او تسعه ونص من تحت، وليد سليمان يقدر على ناحيه اليمين ناحيه الشمال. النقطه الثانيه اللي بيعتمد عليها حسام مع تنفيذ طريقه اللعب ودرجه استيعابها بنسبه كبيره جدا اكتر من 75% و80%، خبره لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده في التيم. صحيح. يعني حسام بيعتمد على اكثر الخبرات في الثلاث خطوط او الاربع خطوط اللي موجودين داخل الملعب، يعني بيعتمد بشكل كبير جدا على اكرامي
في حراسة المرمى بشكل كبير، واحنا شفنا إكرامي السنة دي شريف إكرامي تطور بشكل كبير جدا عن السنة الماضية، ويعتبر من ضمن اللعيبة اللي ادت ثقة للتيم النادي الأهلي والجهاز الفني في حصوله على البطولتين الموجودين. أحمد فتحي في الباك رايت بشكل جيد جدا، اعتمد عليه أحمد معظم المباريات اللي لعبها، ويمكن أداء أحمد فتحي في المنتخب والنادي ما بيتغيرش بشكل كبير، بيعتمد على قوته وسرعته وخبرته بنسبة 100%. اعتمد على حجازي على فترات طويلة جدا في وجوده لما كان موجود مع النادي الأهلي في بطولتين الدوري والكاس، اعتمد على معلول من ناحية الشمال وخبرة معلول من ناحية الجبهة الشمال، وربط طبعا مع مؤمن أو مع وليد في الجبهة الشمال وعملوا جبهة بشكل كبير جدا. اعتماده على حسام عاشور وحسام غالي اللي كان موجود قائد النادي الأهلي، حسام اللي تمنى له التوفيق طبعا في الدوري السعودي مع نادي النصر، حسام من الخبرات اللي كان بيعتمد عليها حسام البدري بشكل كبير جدا. حسام عاشور بيعتبر برضك من ضمن الخبرات اللي بيعتمد عليها حسام في نص الملعب الديفندر. اعتمد على عبد الله السعيد كمحوري وبيربط بين خط الوسط وخط الهجوم، عبد الله السعيد بخبرته في الفترات السابقه. اعتمد على اجاي زي ما قلت لك يلعب راس حربه ويقدر يلعب رقم 9.5، وليد سليمان من اللعيبه اللي بيمثلوا قوه ضاربه بالنسبه لحسام البدري. حسام البدري من خبرته ومن ذكائه انه بدا الموسم يا محمد باللعيبه اللي عندها خبرات، واخد بالك، ومن خلال تدويره للمباريات والمشوار الطويل اللي قام بيه من خلال هذا الموسم قدر يضيف بعض الاضافات اللي كانت الناس بتعاتب عليه. ازاي انت ما تلعبش عمرو بركات؟ ازاي ما تلعبش كولوبالي من الاول؟ انت جبته ليه؟ يا صالح جمعه جزء. لكن حسام في الاخر طلع هو نظره هو اللي في المطبخ، هو اللي شايف، هو اللي حاسس باللعيبه، هو اللي حاسس بمستواهم، هو اللي اهلهم بشكل جيد جدا وقدر يدفع بيهم في الوقت المناسب. فالنهارده بنحيي حسام البدري على نطقه وعلى خبرته وعلى ادارته لفريق النادي الاهلي من خلال الموسم السابق. طيب كابتن سمير، هو سؤال في الثاني، يعني هو سؤالين في يعني موجودين مع بعض. خلال طبعا متابعتك وحضرتك كنت واحد من ضمن المحللين الفنيين لقناه الاهلي اثناء المباريات، اللعيب اللي انت شفته ان هو الافضل على مدار الموسم للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت اللعيب اللي ممكن بقى السؤال الثاني بالنسبه لي، اللعيب اللي ممكن من خلال رؤيتك ليه هو اللي هيبقى الورقه الرابحه والمؤثر في المستوى الفني للنادي الاهلي في الموسم القادم؟ هما في لعيب او اثنين اللي كانوا مؤثرين جدا، لاعب او اثنين يعني مش شرط يكون واحد بس. انا من وجهه نظري يعني واحنا في الاستوديو تملي كنا بنتكلم على احمد فتحي طول السنه، وكان ماشي كويس جدا ومع المنتخب ومع النادي الاهلي، وكابتن حسام بيلعب في نص الملعب، بيلعب باك رايت، بيلعب مساك، في اي حته تلاقيه. فالراجل ده جوكر الفريق وجوكر منتخب مصر، وبيقدر يؤدي اداء رجولي جدا جدا جدا. انا من وجهه نظري انا شايف ان احمد فتحي السنه دي من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر وفي النادي الاهلي. اللاعب الثاني هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ليه؟ عبد الله السعيد لانه راجل اجتهد طول السنه مع المنتخب ومع النادي الاهلي، ومن هدافين الدوري، وكسبنا ماتشات كتير في افريقيا ولعب كل المباريات طبعا دي تتحسب له. وراجل طبعا بيبقى جاي على نفسه مع بعض الفترات بيبقى عنده اجهاد، وكابتن حسام بيطلب منه يلعب، بيلعب وبيأدي وبيحرز اهداف. فانا من وجهه نظري اثنين لعيبه كويسين جدا هو احمد فتحي وعبد الله، ادوا اداء رائع جدا، عدد ومشاركات المباراه كابتن ماهر كتيره، يمكن لعبوا حوالي 95% من المشاركات الماتشات افريقيه ومحليه حتى كمان مع المنتخب، فلعبوا عدد مباريات كتير جدا، فظهروا بمستوى فني عالي جدا سواء في المنتخب او في النادي الاهلي. لما بيبقوا موجودين في النادي الاهلي طبعا بيعتمد عليهم الكابتن حسام من ناحيه تكتيكيه كويس جدا، احمد فتحي ناحيه اليمين وعبد الله تحت الفراوده بيقدر ان هو يعمل اسيست كويس جدا ويقدر يحرز اهداف، وكانت اهداف مؤثره وشفناها السنه دي. نفس الشيء لما اتكلمنا على احمد فتحي حتى مؤخرا ماتش الكاس قدر ان هو يجيب جون او هدف جميل، وتواجد في حته غريبه يا سمير، يعني هو زي ما بيقولوا هدف لاحمد فتحي بمخ عماد متعب، يعني هدف سبحان الله لاحمد فتحي كراجل مدافع بمخ وعاليه عماد متعب ان هو يتعامل بعاليه الفرويد ان هو يعملها تشيب من فوق ال وقبل الهدف يا سمير، ازاي تواجد في المكان ده؟ هو باك رايت الزياده العدديه، سبحان الله
ما انت لما بتكون مغلوب انت عارف النادي الاهلي كابتن بيحصل استنفار في النادي الاهلي بيبقى فيه انتفاضه بالظبط بيبقى فيه زياده عدديه بتهاجم بخمسه وسته وسبعه فاحمد فتحي دي مش اول مره عملها مع المنتخب وعملها مع النادي الاهلي لو تفتكر مباراه الجيش لما رقص الراجل ناحيه الشمال وشاطها قويه جدا بشماله وخدنا الدوري بيها برضه فهو بيتواجد في الوقت المناسب فاحمد فتحي وعبد الله السعيد الحقيقه بقيت طبعا اعضاء الفريق طبعا وشريف كمان وشريف اكرامي طبعا حارس عظيم وقدر ان هو يعني يتالق السنه دي وفي عدد اهداف الاجوان اللي دخلت فيه الحقيقه يمكن كانت قليله من السنين برضه اللي اتحسب للنادي الاهلي وشريف اكرامي ومدافعين فعلا شريف اكرامي كان عامل موسم كويس جدا الاثنين لعيبه دول يا كابتن فاروق من اللعيبه المميزين ان هم ادوا اداء يعني فوق المتوقع ان هم بيجوا على نفسهم عشان خاطر مصلحه النادي صحيح ونفس الشيء اتكلمنا عليهم في المنتخب انما اللعيب بقى السؤال الثاني بقى اللعيب اللي انت اتكلمتني عليه اللي هو اللي جاي اللي هو ممكن يكون مستقبل النادي الاهلي اللي يعمل الطفره يعني انت قلت اثنين هم احنا عايزين اثنين كمان بقى يبقى معاهم يبقوا اربعه يعني انا بوجهه نظري ان هو هيبقى وليد ازارو وصالح جمعه وليد ازارو ليه؟ وليد ازارو من اللعيبه المميزه، لعيب دولي، احنا شفناه في البطوله العربيه. بيقدر ان هو يتعامل مع الكوره صح جدا، بيتحرك من غير الكوره كابتن سريع، بيلعب بدماغه كويس، لعيب متحرك. انا شايف وجهه نظر ان هي صفقه ناجحه جدا انما محتاجه وقت شويه. صح. ثلاث اربع ماتشات ثاني، يعني انا مش هحكم عليه في البطوله العربيه. لا لا. ثلاث ماتشات او اربع ماتشات جاب هدف، ماشي معقول. لسه ما كانش فيه التجانس، ما كانش فيه اللمسه الاخيره متواجده. اللعب الجماعي مش موجود على ما يرام طبعا دي ميزه في النادي الاهلي اي لعيب جديد بيخش مع النادي الاهلي محتاج برده خمس ست ماتشات عقبال ما يخش مع اللعب الجماعي والتكتيك اللي بيلعب بيه كابتن حسام فانا شايف ان وليد ازارو هيبقى من اللعيبه المميزه جدا في هجوم النادي الاهلي اللعيب الثاني هو صالح جمعه صالح جمعه احنا اتكلمنا عليه الفتره اللي فاتت قلنا ان كابتن حسام ما كانش بيلعبه ليه كابتن حسام ما كانش بيلعبه وكان في مطالب جماهيريه طبعا ان هو الجماهير بتحب صالح وكلنا بنحب صالح بس عايزينه يلعب وهو مش جاهز لكن الكابتن حسام هنا ليه وجهه نظر ليه وجهه نظر اللعيب اللي بيلعب وهو لعيب كويس يقدر يفيد الفرقه وهو فت لان هو لو لعب وهو مش فت كابتن ماهر ما انت عارف بالظبط مش هيقدر يأدي ومش هيقدر يطلع كل المستوى الفني والبدني اللي عنده والمهارات والابداع اللي عنده زي ما هيكون فت فاستنى للوقت المناسب ولعب عدد مباريات وديه كتير وانتظم في التمرينات وابتدى يجتهد ويلتزم قدر ان هو يبقى من نجوم النادي الاهلي وبناء عليه راح منتخب مصر وقدر صالح شفناه في البطوله العربيه عمل مباريات كويسه جدا من المستوى الفني هو لعيب موهوب بس محتاج ان هو يركز اكتر من كده عشان يؤدي اداء طبعا باحترافيه شويه انما انا شايف ان صالح الفتره اللي جايه النادي الاهلي هيقدر يعتمد عليه من النواحي الهجوميه الفتره كابتن ماهر عندك لعيبه ثاني مختلفه عن كابتن سمير في الجزئيه دي سواء بقى السنه اللي فاتت او السنه دي لا انا بضيف صوت الصوت سمير ازارو وصالح جمعه يعني هم يعني النجوم للفتره اللي جايه ونتمنى حتى الصفقات الجديده يعني يعني عمرو بركات نتمنى طبعا. اسلام محارب برضك نتمنى هشام محمد هشام محمد برضك من اللعيبه المميزه جدا ضيف لكم بقى لعيبه اضافه, إضافة اخلاقيا وابن ابناء النادي وقدر ان هو يعمل مع المقصه مع ايهاب جلال ثلاث مواسم من اعلى المواسم اللي اتعملت بشكل جيد ده فاروق بيرجع زي ما قلت لك لشفافيه الجهاز والعداله في التوزيع هي اللي بتفرز الكلام ده يعني ممكن حسام البدري لو مش واخد باله من الجزئيه دي او مصمم زي ما قلنا على 13 14 لعيب فهيحصل نوع من الـ يعني نوع من الظلم الواقع على اللعيبه وده مش موجود في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين يعني تحس ان جهاز يعني بيعامل ربنا بشكل جيد جدا في حته ان يدي كل لعيب حقه يعني الصبر الجهاز على صالح جمعه وبشراكه في الوقت المناسب انا شايف ان دي من ضمن حاجات تحسب للجهاز بشكل جيد وزي ما قلت لك ان الامانه والمصداقيه والشفافيه ديت هي اللي وصلتنا الى بر الامان نتمنى ان الفتره الجايه ان الاسلوب ده يستمر عليه الجهاز الفني هذا العام لان احنا داخلين طبعا دي طبعا هدف لصالح ماتش امتى لقطات طبعا الهدف صالح في عمله الحمود الفتره الاخيره كابتن هو انت قلتها يعني هو كان عايز يعني حته يعني ان انت كلاعب عايز اعتقد بتجبر المدير الفني بالظبط
وتخليه يبقى سعيد على فكره يعني. اي مدير فني يبقى سعيد ان يبقى لعيب عايز ولعيب عنده امكانيات تكون كويسه، خساره ان هي تروح في الهباء يعني. فهو صراحه انا شايف ان صالح اتغير جدا. شوف محمد في اللقطه دي تحس بامكانيات صالح السيطره، واخد بالك انت، وبعدين في التوقيت في 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 اللف بقى. بص دخل لجوه بشكل ازاي وراح راجع بشكل ازاي، وبعدين برؤيه بقى، برؤيه شايف حمودي جاي وشايف اجاي جاي، حطها لهم بشكل جيد. يعني عايز اقول لك دي امكانيات اللاعب في الثلث الاخير، بيبان نوعيه ومعدن اللعيب والمهاره اللي بيقدر يستغلها المدرب في استغلال الفرص بهذا الشكل. يعني ادي حمودي وصالح، يعني نفس الكلام رد عليه حمودي، نفس المهاره ونفس التوقيت ونفس المرونه ونفس الرشاقه ونفس الفوت من المدافع واحد ضد واحد، وبعدين بينزلها وصل الخط، بينزلها للراجل اللي جاي تحت. فدي كلها بتاكد ان النادي الاهلي عنده لعيبه تقدر تخلص لك المباراه في التتر الاخير. عنده لعيبه عندها المرونه وعندها الرشاقه وعندها المهاره، ازاي تقدر تخترق دفاعات الخصم في الحاجات اللي بالشكل ده في منتهى الصعوبه يا محمد. الحاجه دي واحد ضد واحد دي عايزه 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 لعيب عنده رؤيه وعنده فكر وعنده مهاره. والحمد لله النادي الاهلي كل معظم اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عليها، اسلام محارب، مؤمن، اجاي، ازار، صالح، عبد الله، وليد، عمرو، عندنا الحاجات دي بشكل كبير جدا يقدروا يخلصونا. بص يعني جمل تكتيكيه متنوعه بشكل جيد. صالح بيسجل اهداف من ضمن الاهداف، مره من العمق ومره من الطرف ومره بضربات الراس ومره باختراق ومره بالوان تو ومره 1 2 3، يعني كلها جمل تكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها. في اساسيات في التكتيك محمد حسام ما يقدرش يغيرها، في ثوابت في التكتيك موجوده في الثلث الاخير بالنسبه للنادي الاهلي. لكن الـ 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 الاهم بقى انك انت ازاي يبقى انت عندك الجمل ديت بتقدر تضغط على الخصم من خلال تقسيمك لل 90 دقيقه. يعني كل شوط نشوف جمله، نشوف جملتين، نشوف ثلاثه، نشوف اربعه، عشان بالظبط ده المهم وراه. وده اللي بنطلبه طبعا من الجهاز الفني، بنطلبه من لاعبتنا ان احنا عندنا الامكانيات دي صحيح. فاحنا مهم جدا يا محمد يحصل تطوير في الجزئيه دي صحيح. يبقى احنا عندنا نوع من الاستمراريه، نوع من الزياده العدديه، نوع من التحرك من غير كوره، نوع من الاختراقات بانواعها، نوع من التصويبات، نوع من الجمل التكتيكيه. يعني في جمله تكتيكيه بيعملوها سمير في الكوره الثابته، بيعملها عبد الله السعيد وبيعملها مؤمن، الحيطه لما تبقى بره ال 18 بحوالي 20 يارده بيروح عامل له شيب جميل جدا، واخد بالك، بنضرب بيها الدفاع بشكل جيد. فانا عايز اقول ان احنا عندنا من الفكر ومن الجمل اللي احنا نقدر نضرب بيها كل التكتلات الدفاعيه اللي بنشوفها في المباريات. معظم الفرق بتقابل بالتكتل الدفاعي ده، فانت المطلوب منك الاجتهاد بشكل كبير جدا في التلت الاخيري، ازاي انا اضرب التكتلات ديت، وازاي يبقى عندي تنوع في الاختراقات عشان اقدر اخترق واقدر اكسب بشكل جيد. طيب اضيف بقى كمان لعيبه كابتن معاكم في الاثنين لعيبه اللي اخترتهم، كريم نيدفيد. كريم لعيبه كويسه، يعني انا شايف ان هو فرصته السنه دي بامكانياته. طبعا هو السنه اللي فاتت الى حد ما، طبعا الى حد ما بعض المباريات ممكن ضيع فيها اهداف، لكن هو خامه جيده جدا، خامه مميزه جدا، ولاعب عنده حماس وسرعات موجوده وبيعرف يلعب كوره، بيعرف على فكره كابتن تلعبه في اي مكان جوك هيشتغل بالظبط. انا شايف ان كابتن حسام كمان من تصريحاته عليه السنه اللي فاتت هو ممكن في اعتماد هيبقى موجود بشكل كبير على كريم نيدفيد، خصوصا بقى بعد حسام غالي مشي، يعني برضو بيقدر يلعب في المركز ده بشكل كبير. طيب خلينا يا كابتن بقى يعني نتكلم على مباراتين سريعا، طلع الجيش وبدايه الاهلي في البدايه الاولى ليه في الدوري، وايضا بقى مباراه الترجي. عايز اتكلم عن المنتخب شويه قبل ما يعني نكون وقتنا بينتهي يعني. فالمباراه الاولى، المباراه الاولى دايما ودايما الانطلاقه مهمه جدا كابتن سمير، ودي اللي بتديك السبق في حصولك على البطوله دايما، هو ده الاهم. ويمكن كابتن حسام البدري استراتيجيته السنه اللي فاتت هو ان انا العب اكسب حتى لو الحاله الاداء نفسه ما كانش بالشكل المطلوب من جمهور الاهلي. اكيد هو طبعا لو الامور مشيت بطبيعتها المباراه ما اتاجلتش عشان ظروف النادي الاهلي اشتراكه في بطوله افريقيا، فبالتالي ممكن تتاجل. انما لو ما اتاجلتش يعني مهمه جدا، خطوه مهمه جدا طبعا. ضربه البدايه بتديك ثقه طمانينه وبتديك دفع لقدام. يمكن لو رجعت شويه ورا السنه اللي فاتت احنا كسبنا اول خمس ماتشات ورا بعض
عطلنا فرق كتير جدا، خدنا الثقه، لعيبه كانت واقفه على رجليها، كنا فت، كان النادي الاهلي اجهز، كان اجهز فرقه في مصر السنه دي الحقيقه، يمكن في كل البطولات النادي الاهلي اشترك فيها. فالبدايه مهمه جدا، لو لعبت فرقه الجيش، فرقه الجيش السنه دي فرقه محترمه جدا مع جهاز فني على اعلى مستوى، طبعا لعيبه النادي الاهلي هتبقى اجهز من فرقه الجيش، فهتلاقي الامور الفنيه والبدنيه افضل شويه. فتملي النادي الاهلي بدايته بتبقى قويه، بيبقى عايز البطوله من اول ما الحكم يصفر، من اول دقيقه، وده فكر الكابتن حسام اللي هيطبقه السنه دي، ان هو عايز يحافظ على بطوله الدوري وياخد بطوله الدوري ثاني سنه على التوالي. فطبعا ضربه البدايه مهمه جدا، ان هو يقدر يحرز اول ثلاث نقاط، كل اللعيبه هتبقى موجوده، لعيبه المنتخب هتبقى موجوده، خارجين من بطوله افريقيا طبعا ماتشين الترجي، فطبعا عندنا الاحتكاك اقوى. ده لو ما تاجلش يا كابتن، يعني مباراه الترجي بعد الطلائع. يعني انا بقول لك لو ما تاجلش، انما ايا كان بقى اول مباراه ضربه البدايه مهمه جدا طبعا، انما طبعا احنا هنبقى الاجهز والاحسن طبعا ظل طبعا الظروف اللي احنا متواجدين فيها، نشترك بصفه مستمره، اللعيبه الدوليه جايه، فانت النواحي التنظيميه هتبقى افضل، النواحي البدنيه هتبقى افضل، فبالتالي النادي الاهلي هيبقى ليه الافضليه في ضربه البدايه، وضربه البدايه تملي النادي الاهلي بتبقى موفقه زي السنه اللي فاتت، كسبنا النادي الاسماعيلي اول لقاء تقريبا 1-0 بضربه جزاء. طبعا دي نقطة مهمة جدا، مورينو ودجلة كان تقريبا ثلاث مباريات صعبين في البداية، كسبنا ماتشات قوية جدا، والجدول طبعا كان صعب، انما لعيبة النادي الاهلي كانت فت، عشان كده قدرت تتغلب على أول ثلاث أربع مباريات بحكم خبرتها وإصرارها على المكسب، ودي طبيعي جدا، وفي غريزة في جوه لعيبة النادي الاهلي ان هي تقدر متعودة على المكسب وعلى البطولات. صحيح. فانا شايف ان ضربة البداية مهمة جدا، هتديك طمأنينة وهتديك ارتياحية ان انت تبدأ الدوري كأول مجموعة، وبيتهيألي النادي الاهلي متعود على الكلام ده. طيب يعني طبعا انا كنا هنتكلم على منتخبنا الوطني يا كابتن، اكيد هنتكلم عليه، لكن طبعا ما ينفعش يكون معايا على الهاتف دكتور كرم كردي عضو مجلس ادارة اتحاد الكورة. طبعا دكتور كرم مساء الخير على حضرتك يا دكتور. مساء الخير محمد، تحياتي ليك. مساء الخير على الكابتن الكبير كابتن مال. دكتور السلام عليكم. كابتن مال يا حبيبي، وحشنا يا دكتور، كل سنه طيب. وكابتن سمير طمونه حبيبي يا دكتور، ازيك يا سمير؟ ازي حضرتك، وموافق ان شاء الله. تحياتنا لحضرتك يا دكتور، ان شاء الله يعني كلنا في وضع استعداد جماهيري للمباراه القادمه طبعا، واكيد اللاعبين في حاله استعداد ان شاء الله. يعني طمنا كده على المنتخب يا دكتور ان شاء الله. والله احنا لسه طالعين من التمرين اهو، هنروح على الفندق. يعني اللعيبه طبعا حاسين بالمسؤوليه، وكلهم اكيد مستعدين يبذلوا يعني اكثر ما يستطيعوا. تحقيق حلم مصر كلها 90. والله ده كابتن مجدي عبد الغني لوحده هو عايز يحقق الحلم ده. يا سلام، لو يجيبوا جونين بس كاس العالم. هنجيب اجوان ان شاء الله، هنجيب اجوان ما تقلقش ان شاء الله. الجون بتاعه يعني دكتور ان شاء الله. سفر امتى ان شاء الله بامر الله؟ السفر بكره الساعه 2:30 ان شاء الله. في تمرينه قبل السفر ولا يعني على طول؟ اتكلم تمرينه قبل السفر الصبح ولا سفر على طول؟ كده وبعدين السفر بعد كده الساعه. طبعا حاجة مميزة جدا الموضوع، الطيارة الخاصة دي بتريح كتير يا دكتور، واكيد اكيد طبعا. لكن توفر عليك وقت كتير. بالظبط بالظبط، وتخليك تروح في الوقت اللي انت عايزه وتمشي بعد المباراة على طول، تبقى عمرو جمال خطوط منتظمة، فانت مرتبط بمواعيد الطيران، ومواعيد الطيران احيانا كتير بتبقى، خصوصا انت المرة دي انت راجع، يعني هتوصل الجمعة الفجر هتلعب الثلاث. صحيح، على طول. على طول. واللعيبه بتاعتك يعني لغايه دلوقتي مثلا المفروض يكون محمد صلاح او عمر جابر يا دوبك بيعملوا لاندنج دلوقتي، جايين يعني لسه هيوصلوا النهارده. جابر هيجي على برج العرب. اوكي. محمد صلاح هيوصل على مطار الطياره ويجي على طول. جميل. لكن بقيه اللعيبه كلهم وصلوا النهارده، شاركوا المحترفين، مفيش بس هم محمد صلاح وعمر جابر بس يا دكتور، هم دول اللي فاضلين. لكن الباقيين كلهم كانوا في الملعب النهارده. الحمد لله. طيب يعني فكر مسافات الكبرى طبعا الطياره الخاصه بتسهل حاجات كتير زي ما احنا قلنا، ان اللاعبين كلهم يبقوا موجودين، يعني ما فيش حد ممكن يستبعد عن السفريه نفسها. ده موجود ولا الفكر ده موجود ولا لا؟ والله يا رب، لغايه قبل التمرين النهارده كان لسه ما قررش.
انا اعتقد ان هو احتمال يكون لعيبة صايمة ولا احتمال يخلي ناس هنا قبل ما يسافر. لكن يعني الكلام ده كله يعني دي حاجة بتاعته مش فارقة ان انت طيارة خاصة ياخد الناس او هو لو شاف الناس تقعد هنا تتمرن برضه هو بيبقى الشكل معنوي اكتر منه طبعا. زي ما انت قلت حتى كده الموضوع ضيق يعني انت هترجع ماتش تلات فانت محتاج حتى اللعيبه اللي ممكن ما تلعبش او تطلعها بره تبقى موجوده والتمرين تبقى موجوده كل ده بيبقى برضه مهم جدا في حاله زي اللي احنا فيها دلوقتي. يعني دي هترجع له هو طبعا وترجع برضه انت هترجع في معسكر برضه صحيح يعني ما العيد يعني اللعيبه هتعيد مع بعض معسكر. طب هم اللعيبه صايمين النهارده ولا مش صايمين؟ الماتش يوم الماتش يوم الماتش ما هو في صيام لغايه يعني صيام المباراه اهم يعني اعتقد الساعه 3 هتبقى لا اعتقد ان هو صعب جدا الجو حر ورخصه كمان انت كابتن المباراه الساعه 3 كابتن سمير كمون عايز يدبسنا وخلاص. لا 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 وسؤال مهم جدا يا دكتور يعني المباراه تبقى الساعه 3 وهيبقى اجهاد على اللعيبه ومشقه يعني لا والرطوبة عاليه رطوبه عاليه طبعا اتمنى ربنا يقويهم ان شاء الله. وعايزين نطمن على عمرو جمال. عمرو جمال يا دكتور ايه الاخبار؟ لا كان موجود النهارده يمكن ما اتمرنش زي اللعيبه على اساس ان هو لعب امبارح وحجازي نفس الحكايه برضه كان تدريب خفيف واخد بال حضرتك لكن كلهم موجودين حتى الثلاثه اللي ممكن تقول انضموا بعد انا شايف ان مستواهم في التدريب كان عالي قوي يعني يفكر ان هو يستعين بحد في الوقت اذا كان حسام حسن ولا محمد فتحي ولا محمود عزت لا يعني ما شاء الله كلهم يعني كلهم هي اقول لك طاقه وتركيز دي ممكن تحصل لهم مره واحده في العمر يا دكتور فاحنا ده لازم يبقوا في الحاله دي لازم صحيح يعني عارف انت قربت يعني يا رب يا رب دكتور ويمكن الحاله التحفيزيه من حضرتك وطبعا والمهندس هاني بريده وجميع اعضاء مجلس الاداره ماشيه ازاي؟ ده مهم جدا من خلال طبعا حضراتكم للاعبين. هو طبعا المهندس تاني هنا بقى له ثلاث ايام في تدريب اول امبارح امبارح والنهارده ما قدرش يجي لانه فعلا عنده دور فرد شديد ربنا يسهل ويعني ويقوي ان هو يجي معانا بكره. النهارده الكابتن حازم امام جه انا كنت موجود معاهم امبارح والنهارده وطبعا الحاج عامر حسين طبعا يعني شبه مقيم معاهم على طول الحاج عامر على طول مساند للمنتخبات في الجزائر وسخر كل امكانيات المنطقه ومعاه الكابتن محمود تروكي والكابتن سامح ويعني دي كوادر يعني شايف ان هي ممكن الاستعانه بيها في المستقبل وفرصه بياخدوا خبره من المباريات اللي بتتلعب هنا في كره العرب. مظبوط ان احنا نستفيد بيهم. كلامكم بقى بنصب في ايه يا دكتور؟ معاهم مع اللاعبين. لا بص ما احنا بعدين تماما على الحاجات الفنيه. لا مش فني انا بتكلم تحفيزي مش اكتر يعني. ابدا يعني مثلا بتشوف المحترفين مثلا النهارده مثلا كنت قعدنا مع حجازي طب هناك التدريب شكله ايه؟ بيلعبوا ازاي؟ يعني انا مثلا سالت له مثلا الجون اللي انت جبته ده انت واضح ان انت اتحركت قبل الراجل ما يحط رجله في الكوره قال لي لا ما احنا متدربين عليها متدربين عليها قبل الماتش فحازم قال له يعني متدربين عليها على طول قال له لا كل ماتش الاوفرات شكلها بيتغير والطريقه شكلها بتتغير عشان ما تحفظش نفس الكلام كان مع عصام الحضري عامل ايه في القصيين بتاعي يعني ما انت بتطمن عليهم بشكل ما وبتشوف الدنيا ماشيه ازاي صحيح يعني احنا معاكم وبنتكلم في حاجات خفيفه لكن مستر كوبر اعتقد انه بيبقى من المدربين المركزين قوي يعني صحيح قوي صحيح يا رب يا دكتور بس يبقى على خير ان شاء الله ده اللي احنا نتمناه يعني بشكرك شكرا جزيلا واكيد كلنا امل ومش عايزين نقول ايه بقى غير يا رب الحلم ده اللي احنا بقالنا من 90 حتى الان مش عارفين نوصل له يوصل من خلال تواجدكم كمجلس اداره اتحاد كوره وايضا من خلال اللعيبه المميزه احنا ما شاء الله عندنا
من زمن طويل ما كانش عندنا الكم المحترفين اللي موجود حاليا بالشكل الرائع، سواء بقى محمد صلاح، رمضان صبحي، تريزيجيه، احمد حجازي، احمد محمدي، يعني مش عايز انسى، بس هم يعني احنا عندنا كم ما شاء الله من المحترفين يقدروا من خلال تواجدهم وحماسهم والوصول للنقطه اللي احنا فيها دلوقتي حاليا، اعتقد الامور مش صعبه، الامور بقت خلاص في ايدينا، لكن طبعا محتاجه مجهود، محتاجه اجتهاد، تركيز كبير من اللاعبين في المباراه القادمه. كابتن ماهر، منتخب يعني سريعا بقى، احنا يعني ما كنت عايز اخش في المباراه بتاعت الاهلي والترجي، ولكن طبعا ما عندناش وقت، ويهمني طبعا احنا داخلين على مباراه مهمه، كاس عالم يا كابتن، مهم ان احنا نتكلم عليها برضو خلال تواجد حضرتك انت وكابتن سمير كمون. محطتين مهمين جدا بالنسبه لنا، يمكن المحطه الاولانيه وصولنا لكاس الامم الافريقيه اللي كانت في الجابون، دي كانت مهمه بالنسبه لنا، اتعرفنا على شكل واداء المنتخب والهيكل، وزي ما انت قلت 15 محترف و14 محليين او العكس، دي المجموعه اللي بيلعب من خلالها كوبر. كوبر بيحب ان هو اللعيبه اللي عشرت معاه اول معسكر، اللي فهمت شغله وطريقه لعبه اداؤه وخططه، هم دول يمكن اللي بيمركز عليهم بشكل جيد جدا. هو بردك من ضمن المدربين اللي عنده الخبرات في التثبيت اللعيبه، اللي الفتره ديت الحمد لله ربنا وفقنا بالمرحله الثانيه ان احنا الوصول لكاس العالم الحلم الاكبر لكل المصريين. الاسماء اللي موجوده محمد من خلال تشكيله المنتخب، يمكن ثلاث حراس مرمى على اعلى مستوى، وعندنا فتحي وحجازي وسعد سمير ورامي وعبد الشافي، دول يمكن بيمثلوا قوام الاساس لمنتخب مصر في خط الظهر. عندنا يمكن في نص الملعب المدافع عندنا عاشور، الاضافه الجديده اللي فكر فيها مستر كوبر في خلال الفتره دي بادائه، ويمكن اتاخر كمان صحيح. انضمام حسام عاشور للمنتخب القومي، عنده ثوابت النني وطارق حامد في نص الملعب، عنده النص الملعب الهجومي يمكن تريزيجيه، وعنده رمضان صبحي، وعنده صلاح، وهو اضاف اضافه جديده الشيخ عبد الله السعيد بالنسبه لصالح الالعاب، ومعاه صالح جمعه وكوكا يمكن وعمر جمال. كان بعض الاماكن يمكن كانت مشكله بالنسبه للكوبر، وكانت موجوده عامله له صداع في كاس الامم الافريقيه اللي كان في الجابون، منها راس الحربه، ومنها الهاف ديفندر، ومنها الباك ليفت، وانا شايف ان هو بدا يعالج من خلال طبعا اضافه الجديده اللي اضافها كوبر. كل الناس يمكن احنا كمصريين يمكن بنعاتب على كوبر يا محمد، ان عايزين الاداء الحلو المتميز، الكوره اللي احنا بنعشقها بالنسبه لمنتخبنا يمكن وبالنسبه للانديه المصريه، لكن كوبر بخبرته هو جاي قدر يتعامل مع القماش اللي موجوده معاه، قدر يتعامل مع المنتاليتي او العقليه بالنسبه للفكر المصري، هو شاف ان الطريقه المناسبه بالنسبه له اللي هو بيلعب بيها حاليا، ان هو في حاله الدفاع بيقرب ثلاث خطوط الملعب من بعض، ويحاول انه يسد الثغرات اللي احنا ممكن بنشوفها في المنتخبات الافريقيه. معظم المنتخبات الافريقيه وهي بتهاجم عايزه مساحات يا محمد، عشان عندهم السرعه وعندهم القوه وعندهم الانقضاض وعندهم عنصر الطول، هو راجل بذكائه قدر ان هو يقفل المساحات دي على معظم المنتخبات الافريقيه اللي كانت بتضرنا بشكل جيد، ومنها يمكن غانا وتفوق عليها بشكل جيد في بطوله كاس الامم الافريقيه في الجابون. الجانب الهجومي يمكن ما نحسش بتشويه او جمل تكتيكيه يمكن زياده شويه، بيعتمد طبعا هو على مهاره الموجود عليه محمد صلاح وسرعته وانقضاضه، بيعتمد على تريزيجيه وعمر جمال ويمكن كوكا لما كان موجود او مروان محسن. عايز اقول لك ان مباراه اوغندا مهم جدا محمد ان احنا نخرج بيها ان شاء الله بره الامان، ودي مفتاح هنا كمان طبعا بشكل جيد في المباراه الثانيه احنا نكسبها بشكل جيد. يعني المباراه القادمه واهميتها كابتن سريعا، مفيش شك طبعا تكمله لكلام كابتن ماهر، كلام مهم جدا، وده حلم لينا كلنا كمصريين. مشوار منتخب مصر كان ماشي كويس جدا الفتره اللي فاتت، سواء على مستوى بطوله الامم الافريقيه او تصفيات كاس عالم. مستر كوبر عنده استراتيجيه طبعا ماشي بيها ومش هيغيرها، وكل الناس طبعا او معظم الناس كانت معترض عليها، لكن انا طول عمري بقول المدرب اللي هو شايفه صح بيعمله، اللي بيكسب بيه بيلعب بيه، الطريقه اللي تتناسب مع الاشخاص او اللاعبين الموجودين في اي بلد انت شغال بيها، الطريقه اللي تتناسب مع الفريق او المنتخب تقدر تلعب بيها. وبالفعل ده حصل، ان هو كسب ماتشات كتير وقدم اداء طبعا مش جمالي انما طبعا نتائج. وزي ما احنا عارفين طبعا مصر عندها اوغندا مباراه مهمه جدا، احنا عندنا ست نقاط واوغندا عندها اربعه،
وغانا نقطة، والكونغو طبعا ما عندهاش ولا نقطة. طبعا احنا فرصتنا اكتر، عندنا 6 نقاط، لو ربنا كرمنا وكسبنا المباراة دي تدينا دفعة لقدام جامدة جدا يا كابتن ماهر، ونقدر ان احنا ان شاء الله يعني بنسبة كبيرة ان احنا نوصل كاس عالم. مباراة مهمة جدا، انا عايز اشكر مجلس ادارة اتحاد الكورة ان هم وفروا طيارة خاصة للمنتخب، وطبعا دي هتدي راحة للاعبين عكس ما تنزل ترانزيت في اي حته. عارف في افريقيا بيبقى السفر شاق جدا والمشوار صعب وقله نوم وقله تمرين والكلام ده، انما طبعا لما يكون في طياره خاصه بتدي ارتاحيه للاعبين ويقدروا ان هم يركزوا. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر باذن الله، مباراه مهمه جدا وده حلم كل المصريين. صحيح. وكلنا ثقه فيهم ان شاء الله ان ربنا هيكرمنا باذن الله. بامر الله كابتن سمير يا رب ان شاء الله، لان طبعا هو ده الامل الوحيد في التوقيت ده. احنا بقالنا كتير كل مره الامل بيقترب ثم يبعد. النهارده في ظل وجود زي ما بقول اللاعبين الموجودين والمحترفين بالشكل اللي احنا شايفينه وتالقه في الدوريات الاوروبيه، يعني ما شاء الله محمد صلاح راجع في اعلى معنوياته مع فريق كبير في الدوري في البريميرشيب، يعني اعتقد حاجه بريمير ليج، انا اسف بريمير ليج، فبالتالي حاجه مميزه جدا محمد صلاح كابتن. فاعتقد ان هو في ظل وجوده في المنتخب، هو في رمضان وتريزيجيه وطبعا كل اللاعبين المحترفين، اعتقد هتاثر بشكل كبير. يا رب كل التوفيق ليهم يا كابتن ماهر. بشكرك كابتن ماهر وجودك معانا، حاجه كانت مميزه جدا. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك. ايضا كابتن سمير بشكرك كابتن سمير. حبيبي يا كابتن فاروق، نور في استمرار. موافق يا رب يا رب يا رب. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، معاكم طبعا استاد الاهلي باستمرار. هنتكلم على المنتخب وتفاصيل المباراه وايضا على النادي الاهلي واستعداداته للموسم القادم، هو ده دورنا، وتوصيل معلومه لحضراتكم من خلال طبعا قناه الاهلي كل برامجها، ايضا توصيل معلومه ان احنا هدفنا هو حمايه الكيان، استقرار الكيان، وده الاهم بالنسبه لنا، مش حمايه اشخاص ولا وجود اشخاص. لازم نبقى فاهمين كده بشكل كبير كجماهير وكمحبين وكاعضاء جمعيه عموميه، هو لازم نبقى فاهمين الجزئيه دي. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم برنامج كل الاهلاويه بيحبوه، كل جماهير الاهلي بتحبه وبتتفرج عليه، طبعا برنامج مالك وكتابه المهندس عادل القيه وايضا استاذ ابراهيم المنيسي. ما تروحوش لبعيد، انتظروني.